مساء الخير جميعا واهلا بكم في مصر الجديده. النهارده الاربعاء 24 سبتمبر 2014. اسم برنامج مصر الجديده ورد على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اثناء القاء كلمه مصر امام الجمعيه العامه للامم المتحده، واللي انتهت قبل يعني قليل، قبل دقائق معدوده، واللي اتكلم فيها على أمور كثيرة جدا، بعث برسائل قوية للمجتمع الدولي عن ما حدث في مصر بعد 30/6 وحتى اليوم، وما يحدث من تطورات متلاحقة في المجتمع المصري ومحاولة الوصول إلى مرحلة الاستقرار السياسي مصحوبا بتطور ونمو اقتصادي. الرئيس السيسي قال إن المصريين رفضوا الرضوخ لجماعة أرادت أن تستعبدهم باسم الدين، وقال أيضا إن إحنا عانينا كثيرا في الماضي ونتطلع لغد أفضل، ونقل تحيات الشعب المصري وقال إن هو بيتكلم باسم يعني هذا الشعب باعتباره ابن من أبناء هذا الشعب ومواطن مصري، وإن هو عايز يتكلم عن الرؤية اللي عند المصريين عن يعني مستقبلهم، باعتبار ان احنا كلنا بنتكلم عن بناء بلدنا وما يعرف بمصر الجديدة. طبعا مفيش شك ان في كواليس وفي تفاصيل. الكلمة ما عادتش اكتر من ربع ساعة بالظبط. الكلمة كانت امام قادة دول العالم في تجمع عالمي يعني يعقد زي ما احنا عارفين بشكل دوري كل سنة في نيويورك، حيث مقر الامم المتحدة بالمدينة الأمريكية الشهيرة. وكان في خارج القاعة مجموعة من المصريين، ربما مئات من المصريين، في احتفالات يعني دعم موقف الرئيس السيسي ودعم الكلمة اللي بيوجهها للعالم من خلال هذا المنبر. وشفنا بعض اللقطات وهنرجع لمتابعة هذا الحدث. النهاردة يكون الملف الرئيسي في مصر الجديدة، وهيبقى معنا ضيوفنا بعد شوية. هتبقى معنا الأستاذة أمال عثمان الكاتبة الصحفية ونائب رئيس تحرير أخبار اليوم. هتبقى معنا الدكتورة منال الطيبي الناشطة الحقوقية ومدير المركز المصري للحق في السكن. ومعنا أيضا الأستاذ بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية. ماذا يريد السيسي أن يقول للعالم عن الوضع في مصر؟ وماذا يعني ينتظر المصريون من رئيسهم في خلال هذه المناسبة الدبلوماسية العالمية المرموقة؟